النخرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله والله كويس. تفضل تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. الله حبيبي. هو يمكن يخلصوا. يا الله يلا معي. تفضل تفضل تفضل. الله يزيد بيدك بيدك يا شريف. شكرا شكرا حبيبي حبيبي. هلا وسهلا. كيف الدنيا معك يا سيدي؟ والله نحن الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اذا والله ما بدي والله والله اكلت والله العظيم غصب عنك. شكرا. تفضل. والله ما بتقصر يا اخي. والله ما بتقصر. حسبي الله عليك. الله عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني اخواتي من قناه ابو اليوسف. ننقل اليكم نشرة الاخبار. وصلنا الان خبر عاجل عن وفاة شاب بسبب شيبس. وننتقل الان الى الزميل امير في التفاصيل. امير اخبرنا ماذا حدث في موقع الحدث. مرحبا اخي يوسف. انا الان وصلت الى موقع الحدث وتحدثت مع الشرطة وتبين ان هذا الشاب من ابخل شبان المدينة وانه جاء اليه ضيف وكان لديه فقط باكيت شيبس واحد. وعندما اكل هذا الضيف من باكيت الشيبس إنه انجلط ومات. وندعو إلى أهله بالصبر والسلوان على فراق هذا الشاب المسكين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ تفضل. الحمد لله والله كويس. تفضل تفضل. الله يسعدك. تفضل تفضل. شو عامل؟ كيف الدنيا معك؟ والله كويسة كويسة. والله اخذ معي مشوار الطريق ساعتين يا زلمه. يلا بسيطه. ما انت رحت يا زلمه رحت عنا اخر الدنيا زي ما كنت جمنا وكنا منكيفين معك يا زلمه. الله يكرمك. بدي بزرعه ضيفه كثير. اذا والله ما بديش. لا لا تعالوا. يلا بديش شيء يا زلمه. بديش شيء يا زلمه. بديش شيء يا زلمه. تفضل. يا والله ما بدي يا زلمه. والله كنت اذا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة يوسف وزوز أبو اليوس. وردنا خبر عاجل قبل قليل من مراسلنا أحمد أبو حميد صبحي صبح صبح ألا وهو كالتالي: وفاة شاب بسبب الأكل الزائد والإفراط به. وننتقل مباشرة مع زميلنا أبو حميد النتشي إلى الموقع لينقل إلينا آخر الأخبار. انتظرونا ولا تذهبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة أبو اليوس. معكم مراسلكم شخصيا رائد وزوز. أنقل إليكم هذا الحدث من أبشع الأحداث التي حصلت في هذه الدولة، ألا وهو حدث أليم يستطعب على اللسان نطقه، ألا وهو وفاة شاب ابن 21 ربيعا بسبب تناول كمية كبيرة من الشيبسات. والقاتل معروف لدينا. تعالوا نتعرف إلى القتيل شخصيا وننظر إليه. يا له من مشهد أليم. نحن نعتذر عن بشاعة هذه الصورة، إنها لصورة بشعة جدا. هذا حدث لم يتكرر في تاريخ الأمة طبعا. وإننا هنا لكي أتحدث مع القتيل شخصيا. أنا أسأله وأسأل القاتل الذي قتله: بأي ذنب قتلته؟ أقتلته لأنه مسكين؟ والثوان ويكون معنا مباشرة القاتل الذي قتله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عزيزي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف هي الصحة بعد قتلك لشاب بريء؟
وقتلك لشاب بريء هذه جريمة تدان عليها في المحاكم الدولية، ألا وإنها جريمة قتل، إنها جريمة قتل بقانون المادة 241، تنص هذه القانون إلى الحبس مؤبد. هل تستطيع أن تكلمني قليلا لماذا قتلته؟ إنه جعلني ضعيف. لا داعي تتكلم بالفصحى، تكلم بالعربية يا بني. لا إيش علي ضيف، فأنا بدي أكرمه، بديش، فإجيت صرت أطعميه بالخير بالغصب عشان ياكل خجلان. وبأي ذنب قتلته؟ لماذا قتلته؟ ماذا فعل لك؟ إنه شاب مسكين لا يتعدى 21، لا يتعدى 21 ربيعا. عن طريق الخطأ. وهل يجوز أن تقتل أحدا عن طريق الخطأ؟ أنا لا أتدخل في هذه الأمور، إنها أمور المحاكم. أنا كنت معكم مراسلكم رعد وزوز، وسوف نكمل الحلقة الآن. عزيزة أيها القتيل، هل تستطيع أن تكلمنا قليلا يا قتيل؟ تفضل عزيزي، تكلم قليلا وقل لنا لماذا قتلك؟ لماذا هذا المجرم؟ لماذا قتلك المجرم؟ إنه مجرم عقيم، قتلني من البكاء والأكل والحقيقة. نحن نعتذر عن بشاعة هذا المشهد. أنا أعلم أنه مشهد يستصعب على الكثير منكم، وأنا شخصياً أرجف من الخوف. إنه قتيل مرمي على الأرض. يا رباه، لماذا قتل؟ يا رباه. نحن نعتذر مرة أخرى، وكان معكم مراسلكم رعد وزوز من قناة أبو اليوس، وشكراً جزيلاً إليكم. ولن ننسى في الختامية أن نشكر القتيل الممثل البارع الشهيد القتيل رحمة الله عليه يوسف وزوز، ولا ننسى أن نشكر أمير وزوز الشاب ابن 10 ربيعا، أنا لا أعلم كم عمره. وطبعا لا ننسى أن نشكر نفسي أنا المذيع والمقدم وكل شيء هنا. ولا ننسى أيضا أن نشكر الوالدة الحنونة التي قدمت لنا هذه الملابس على زمن الجاهلية، إنها بدلة عرس أبي. أتعلمون ما هو أبي؟ إنه والدي. ولا ننسى طبعا أن نشكر المصورة الغالية الكروان، وكل الشكر والاحترام لكم. ولا تنسونا من اللايك والبيبراي، هذاك اللي تعملوا الاشتراك وفعلوا جرش والقرق وعجلون والمناطق. هاي جماعتي.